بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هسه أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هنتعرف على النسخة الجديدة من الأوتوكاد اللي هي آخر نسخة صدرت من منذ أسابيع اللي هي 2023. هنتعرف على النسخة دي وهنتعرف على واجهة البرنامج وهنتعرف على أساسيات الرسم في برنامج الأوتوكاد. أنا شرحت قبل كده الميزات اللي اتضافت لنسخة 2023 وحطيت لكم روابط الدروس أسفل الفيديو في صندوق الوصف. هنبتدي مع بعض. أول حاجة عندي ده شكل الجديد للأوتوكاد أو شكل جديد للأيقونة بتاعت الأوتوكاد اللي هي 2023. هما المرة دي غيروا الشكل بتاعها. طيب هنيجي نفتح البرنامج، بندوس دبل كليك ونفتح البرنامج. دي واجهة البرنامج زي ما احنا شايفين كده، والواجهة دي تقريبا ما اتغيرتش عن الواجهات اللي قبل كده في النسخ اللي هي سبقت 2023. عندي من 2020 لحد 2023 هي تقريبا نفس الواجهة بتاعتنا. عندي هنا الجزء اللي على الشمال اوبن، ان احنا بنفتح فايل من الفايلات اللي احنا كنا شغالين عليها، نعمل اوبن فايل. طيب او نيو، لما باجي اقف هنا بيوريني التمبلت اللي انا هشتغل عليها او الشكل الاكاد اللي انا هشتغل عليه، فهو هنا بيديني ان هو اكاد دوت دي دبليو تي، ده اللي احنا شغالين عليه. فاحنا ممكن اعمل نيو دي اكاد دي دبليو تي، او ان انا بفتح السهم كده وبختار من براوز تمبلتس اي تمبلتس انا عايزاها. كويس. طبعا الحاجات دي اللي هي واتس نيو اونلاين هيلب دي حاجات خاصه بالموقع، لو دست عليها بعرف ايه الجديد في الموقع. هنيجي على الجزء اللي في النص ده اللي هو الريسنت. الريسنت دي الفايلات، اخر فايلات كانت مفتوحه عندنا، اما احنا بنعملها كده بالاسم بيظهر لي اسم الفايل بالشكل ده، او ان انا بدوس كده فبيظهر لي شكل الفايل زي ما احنا شايفين كده. كويس. الجزء ده برده خاص بموقع ادوديسك، وده احنا مش بنحتاجه لو الكونكت بموقع ادوديسك، يبقى ده واجهه البرنامج. طيب انا عايزه افتح فايل اهو، عندي ستارت هنا زي ما احنا شايفين، الزائد اللي جنب ستارت من هنا لو انا دوست عليها الزائد دي بيقول لي نيو دروينج. نيو دروينج، نيو دروينج زي ما احنا قلنا اللي هو التمبلت بتاعته اكاد دوت دي دبليو تي. طيب يبقى انا هنا هقول له نيو دروينج، او ان انا بدوس هنا كده واقول له اكاد دي دبليو تي، على طول فتح لي دروينج بالشكل اللي احنا شايفينه ده. ممكن ان انا اجي ادوس كده بيمين الماوس واجي اعمل سيف للفايل اللي انا فتحته ده، ان انا بعمل له سيف باسم جديد. يعني انا لو دوست كده فمثلا انا هاجي عند امل هنا مثلا واجي اسميه مثلا تيست، هو هنا على طول هنسيبه دوت دي دبليو جي لاوتوكاد 2018 عشان الفايل ده يتفتح لحد 2018. ممكن ان احنا نفتح الفايل ده على نسخة 2018 وبقول له سيف، على طول اتغير الاسم بتاعه بقى تيست زي ما احنا شايفين كده. دلوقتي دي الواجهة بتاعت برنامج الاوتوكاد. طيب الواجهة دي عندي تحت هنا في الجزء اللي تحت دي اللي هي الاعدادات اللي هي ورك سبيس سويتشنج، ودي مهمة جدا ان احنا نعرفها، ان انا بدوس عليها بالشكل ده وبختار شكل منطقة العمل اللي انا بشتغل عليها. فانا عندي درافتنج اند انوتيشن ده اللي انا شغالة عليه دلوقتي. طيب في 3 دي بيزكس وفي 3 دي موديلنج، ممكن ان انا اختار اي واحدة منهم. طيب احنا بنشتغل مثلا على 3 دي موديلنج، فانا هدوس على 3 دي موديلنج بالشكل ده كده عشان يفتح لي اوامر ال 3 دي. هنا بتتغير لي على طول الجزء اللي فوق اللي فيه الايقونات اللي احنا شايفينه ده اسمها ريبونز. ريبونز دي بيتغير لي على طول شكلها. كويس. فبتتغير زي ما احنا شايفين ل 3 دي. طيب انا لو فتحت كده تاني ورجعته للدرافتنج انوتيشن هلاقي ان شكل الريبون دي اتغير لل 2 دي. يبقى انا ده شغل ال 2 دي بشتغله على الجزئيه اللي احنا شايفينها دي. طيب في حاجه تانية مهمه جدا ان احنا بنعرفها، ان انا عندي المنيو بار اللي هي موجوده عندي هنا دي المنيو بار الاساسيه. طيب في منيو بار تانية المفروض انها بتبقى فوقيها، في الغالب لما بتيجي تحمل برنامج الاوتوكاد ما بتبقاش موجوده. فانا بفتح السهم اللي موجود هنا ده وبقول له شو منيو بار، بقول له ايه شو منيو بار، على طول زي ما شايفين بتظهر لي فايل اديت فيو انزرت فورمات تولز، بيظهر لي قائمه تانية بالشكل اللي احنا شايفينه ده.
يبقى القائمة دي دايما بتبقى مخفية، بنظهرها عن طريق السهم اللي احنا شايفينه ده، وبقول له هنا، هنا طبعا هايد منيو بار، لا انا بقول له شو منيو بار. عندي الجزء اللي فوق ده اللي هو الجزء الاساسي اللي هو نيو فايل، لفتح فايل جديد، اوبن، سيف، ان انا بخزن الفايل بتاعي على جهاز الكمبيوتر، سيف از ان انا بسميه باسم تاني لو انا عايزه اعمل كده، وده خاص بالويب والموبايل. وبعدين عندي بلوت او برنت من هنا. هنيجي بقى للجزء المهم اللي هو الجزء اللي عندي اللي هو تايب ا كومنت، اللي هو بكتب فيه الاوامر بتاعتي. يعني لما باجي اكتب الاوامر بكتبها من الجزء ده. طيب انا لو دوست كده عليه، بدوس كده كويس، وبقول له مثلا عايزه ارسم لاين، لاين الاختصار بتاعها في الاوتوكاد ال. طيب انا اقول له ال، هو على طول قال لي لاين، وبرسم اول نقطه واخر نقطه كويس. يبقى انا عندي الجزء اللي تحت ده هو الخاص بالرسم، الجزء ده اللي انا بكتب فيه اوامر الرسم بتاعتي. يبقى احنا عندنا تايب ا كومنت، ده الجزء اللي احنا بنكتب فيه في برنامج الاوتوكاد. هنيجي بقى على الجزء الاخير اللي انا هتكلم عنه اللي هو جزء 3D، وده انا هتكلم فيه باختصار لان طبعا انا شرحه 3D في برنامج الاوتوكاد، مش هيفرق اي درس من الدروس اللي انا شرحتها قبل كده انك تتعلم على نسخه 23، ممكن تستفيد من الدروس دي في نسخه 23. الجزء ده اللي خاص بال 3D، لو انا عايزه احول الشاشه بتاعتي من 2D ل 3D، عندي فيه ايقونه زي ما احنا شايفين هنا، دي بدوس عليها بالشكل ده كده بتحول لي زي ما احنا شايفين الاكس والواي والزد ل 3D بالشكل ده كده، والكيوب اللي موجود عندي ده اتحول. لو انا عايزه ارجعها بدوس على توب من هنا بترجعها لي تاني بالشكل ده. لو انا مش عايزه استخدم الايقونه دي باجي احرك اهو الكيوب ده، شايفين انا حركته اهو حسب الاتجاه اللي انا عايزاه، فبحركه وبيديني شكل ال 3D كده. احنا اتعرفنا على واجهة البرنامج. في بس ملحوظة كمان صغيرة، الجريد الموجودة هنا دي ممكن ان انا اقفلها ما ظهرهاش، بدوس على جريدز من هنا اهي بقفلها بالشكل ده، شايفين الايقونة اللي تحت دي، ممكن ان انا اقفل الجريد اللي موجودة. ده شرح بسيط لواجهة برنامج الاوتوكاد اخر نسخة اللي هي نسخة 2023، وزي ما انا قلت ان النسخة دي مش بتفرق عن النسخ اللي قبل كده في الشكل بتاعها، فممكن ان انا اتعلم من الدروس اللي انا شرحتها قبل كده اللي انا شرحها لكم في القناة، ممكن تتعلموا منها على نسخة 2023 كده. انا خلصت الدرس بتاعنا النهاردة، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. انتظروني في الدروس القادمة، استودعكم الله عز وجل.